السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة الظواهر اللغوية، مكون الصرف والتحويل تحديدا. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الثاني من الوحدة الأولى الحضارة المغربية، المرجع واحد الكلمات العربية المستوى الرابع. نبدأ على بركة الله. إذن أقسام الكلمة الحصة الثانية والجملة المفيدة أيضا الحصة الثانية. إذا أتذكر وأثبت، أحدد أقسام الكلمة في خطاطة. إذا أقسام الكلمة، تنقسم الكلمة إلى اسم فعل وحرف. اسم فعل وحرف. الاسم هو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر، مثل كريمة، معلمة، أستاذ، فاس، قلم، شجرة تدل على نبات، أسد يدل على حيوان. الفعل هو كل كلمة تدل على حصول حدث في زمن معين، مثل كتب، دخل، خرج، اكتب، ادخل، اخرج. أما الحرف هو كل كلمة ليس لها معنى إلا إذا أتت في جملة، مثل من، وعلى، يا، في، إلى غيرها من الحروف. إذا هذه خطاطة بالنسبة لأقسام الكلمة. وطبقوا وأثبت. أقرأ النص التالي ثم أصنف في جدول الكلمات الملونة إلى أسماء وأفعال وحروف. إذن إن المغربي منذ وجد على أرضه يحب الحرية ويعشقها، لذلك يدافع عنها ويبذل كل مجهوداته للتمتع بها. وهذا الحب للحرية لا يزول من روح المغاربة أبدا حتى لو طال عليهم الأمد. إذن سنصنف هذه الكلمات الملونة: إن المغربي على، يحب، لي، يدافع، يبذل، الحب، لا، من المغاربة، طال الأمد. سندرجها في جدول الأسماء الأفعال والحروف. إذن إن حرف، المغربية اسم، على حرف، يحب فعل، لي حرف، يدافع فعل، يبذل فعل، الحب اسم، لا حرف، من حرف، المغاربة اسم، طال فعل، الأمد اسم. إذن الأسماء هي المغربي، الحب، المغاربة، الأمد. الأفعال يحب، يدافع، يبذل، طال. الحروف إن، على، لام، لا، ومن. إذن السؤال الثاني، أركب جملا تتضمن آتي: جملة فعل زائد اسم، جملة اسم زائد اسم، جملة فعل زائد اسم زائد اسم، جملة فعل زائد اسم زائد حرف زائد اسم. إذن فعل زائد اسم: كتبت الدرس. اسم زائد اسم: القسم جميل. فعل زائد اسم زائد اسم: قرأ أبي جريدة. فعل زائد اسم زائد اسم زائد حرف زائد اسم: خرج التلاميذ إلى الساحة. إذا كتبت الدرس، القسم جميل، قرأ أبي جريدة، خرج التلاميذ إلى الساحة. ألعب وأثبت. أكون من حروف الشبكة حرفا واسما وفعلا، يمكن قراءة كل منهما أفقيا وعموديا. إذا لدينا نبع، كتب، لكن، لكن، كتب، نبع. أغني مكتسباتي: كل كلمة تقبل التنوين والجر ودخول ال عليها فهي اسم. كل كلمة تقبل دخول السين أو سوف أو قد أو التاء الساكنة فهي فعل. كل كلمة لا تقبل إحدى علامات الاسم أو الفعل فهي حرف. إذا أتذكر وأثبت. متى تكون
جملة مفيدة أمثل ذلك. إذن الجملة المفيدة هي التي تفيد معنى تاما وتكون جملة اسمية أو فعلية. مثال: أعجب السياح بالمعلمة، المغرب بلد الحضارة. إذن أعجب السياح بالمعلمة، المغرب بلد الحضارة. أطبق وأثبت. أستخرج مع مجموعة من الفقرة الثانية من النص القرائي خالدة ثلاث جمل مفيدة. إذن من الفقرة الثانية من نص خالدات جمل مفيدة. نعم، إن الناظر المتأمل في كتب التاريخ المغربي سيجد أن من أشهر أولئك النساء الخالدات كنزة الأوربية ابنة زعيم قبيلة أوربة الأمازيغية. هي الجملة الأولى. كان لها دور هام في إرساء قواعد الدولة الدارسة بالمغرب. الجملة الثانية. دبرت انتقال الحكم إلى ابنها إدريس الثاني. الجملة الثالثة. إذن كنزة الأوربية ابنة زعيم قبيلة أورب الأمازيغية دبرت انتقال الحكم إلى ابنها إدريس الثاني. كان لها دور هام في إرساء قواعد دولة الأدارسة بالمغرب. السؤال الثاني: أعين ما يلي الجملة المفيدة بوضع علامة في وغير المفيدة بوضع علامة الصفر. إذن تقاليد المغرب غنية. جملة مفيدة. أسست فاطمة الفهرية. إذن ماذا أسست فاطمة الفهرية؟ إذن جملة ناقصة المعنى صفر. المغرب طبيعته. كيف هي طبيعة المغرب؟ إذن جملة غير مفيدة. نفتخر بالمغربي. جملة مفيدة. السؤال الثالث: أكون من الكلمات التالية جملتين مفيدتين، إحداهما فعلية والأخرى اسمية. بحضارته المغربي يفتخر. إذن المغربي يفتخر بحضارته أو يفتخر المغربي بحضارته. إذن يفتخر المغربي بحضارته تبتدئ بفعل. المغربي يفتخر بحضارته تبتدئ باسم. أنتج جملة مفيدة تعبر عن كل مشهد في الصفحة 18. إذا ماذا تظهر لنا الصورة؟ تظهر لنا الصورة تميز المغاربة في علوم الطب والصيدلة. إذا تظهر الصورة تميز المغاربة في علوم الطب والصيدلة. تظهر الصورة تميز المغاربة في علوم الطب والصيدلة. ألعب وأثبت. أمر الخانات بكلمات لأحصل أفقيا وعموديا على جملتين مفيدتين. إذا المغرب إذا يتميز المغرب بعلمائه. يشتهر المغرب بحضارته. إذا يتميز المغرب بعلمائه. يشتهر المغرب بحضارته. أغني مكتسباتي. إذا تتركب جملة مفيدة من كلمتين أو أكثر. يغتني معنى الجملة المفيدة بإضافة كلمتين أو أكثر. المغرب مشهور. المغرب مشهور بحضارته. المغرب مشهور بحضارته وآثاره. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.